يصحيني من النوم كل يوم هو المغامرة. كل يوم لازم يكون في شيء جديد. فلو أقدر أختصر أنا مين؟ أنا مغامرة. أول ما دخلت في عالم الأعمال اللي دخلني فيه كان الهوس بالاستقلالية المادية. أروح أجمع لك $1,000 خلال 24 ساعة. $1,000 هذه صارت أكثر من 2,800 دولار. خلال 48 ساعة صارت ماينس $128. قلت لا، عشاني خسرت أبغى أجرب ثانية وبكون أحسن واحدة في هذا العالم. الكومفورت زون أحسها تقلل من وش ممكن إحنا نعمل. الطيران كان إنجاز لي بشكل شخصي، وطبعاً كان بالنسبة لي إنجاز كإمرأة. عندنا المهارات وعندنا القدرة وعندنا كل الأساسيات اللي ندخل في هذا العالم ونكون رائعين فيه. المبدأ هذا work smart not hard. كل ما الشغل بصعوبة أقعد أراجع نفسي، أنت are you just busy or are you productive, are you working right or are you working hard. عام 2017 كانت أول رحلة رحتها مع United Nations، كانت على بنغلاديش. أتغير الفكر مرة على وش يعني الفلوس. أحس إنه هذه الفلوس صارت وسيلة، والوسيلة هذه صار ممكن أبذلها إني أساعد إني أصنع التغيير بالذات عند هذول اللاجئين. شركة فلك للأعمال والاستثمار خلال سنتين قدرنا من أقل من 7 شركات نخلق 115 وظيفة داخل السعودية. Women Empowerment تبدأ بنفسنا. أعرف أنه أنتوا عندكم هدية ممكن تستثمروا فيها يوم بعد يوم عشان تكونوا أفضل نسخة من نفسكم. والدرايف اللي عندي النسخة الجاية مني اللي ممكن أكونها لو اليوم تعبت، لو بكرة تعبت. كل إنسان في قوة داخلية ومبطرة، كل اللي علينا نلاقيها نستغلها ونستثمرها.